السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. النهاردة هنعمل الكحك بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمله بحشو التمر وبحشو الملبن مع المكسرات. ده كده حبايبي شكله، شايفين الحشو من جوه شكله جميل ازاي. ده كده حشو التمر، وده حشو الملبن بالمكسرات. يلا بينا حبايبي نشوف الفيديو سوا. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض كده الكحك بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكل سنه وانتم طيبين حبايبي، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. النهارده حبايبي نشوف بقى، يعني هنعمله بالحشو الملبن مع المكسرات، وهنا برضو معايا حشو التمر اللي هو العجوه، ونشوف مع بعض بقى حبايبي هنحتاج لايه. انا هنعمل كميه بسيطه لان انا ما بحبش اعمل كميه ياما. يعني النهارده هنعمل نص كيلو، نص كيلو دقيق، وانت بقى لو حابه ان انت تزودي ممكن تزودي، يعني ده حاجه ترجع لك على حسب، يعني على حسب عدد افراد الاسره عندك. لو انت عايزه تزودي ممكن بقى تضاعف المقادير اللي انا هقولها ديت. نبدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا ده كده نص كيلو دقيق، وهنا معايا ده كده العجوه ديت نص كيلو. انا حط عليها 75 جرام سمنه، وسيحت السمنه على النار الاول في مقلايه كده، وبعد كده بقى قلبت عليها العجوه. العجوه كانت مفرومه معايا لحد ما بقت ايه، يعني طريه كده معايا، وشايفين هي لازم السمنه دي تتحط معاها علشان لما تيجي تحشي الكحك وتدخليه الفرن العجوه ما تنشفش كده جوه جوه الكحكايه، يعني تبقى تن طريه كده، الحشو يبقى طري ايه معاك اللي هو حشو التمر. وهنا حبايبي معايا برضو حشو تاني، برضو اللي هو حشو المكسرات مع الملبن. هنا معايا تمن كيلو ملبن، ومعلقتين فول سوداني، ومعلقة كبيرة سمسم، سمسم منقية عشان لو في اي حاجة. هنبدأ بقى اللي انا ايه اخلطهم كده كلهم ايه مع بعض. ده هنا بقى نيجي لل، هنا معايا ربع معلقة كده صغيرة ملح، وهنا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنا معايا معلقة صغيرة ريحة كحك، وهنا معايا دي كده ازازة ريحة موز، وهنا معايا حبايبي دي كده خميرة فورية خدت منها 5 جرام، حطيتها هنا يعني معلقة صغيرة كده على نص كوباية مية دافية 100 ملي. يعني هنا بقى الحاجات اللي انا هنحتاجها برضو في تشكيل الكحك، دي كده قطعات اهيت، وبرضو دي كده حبايبي، يعني وفي برضو المنقاش. هنا بقى نيجي بقى في المضرب. هنا معايا ده كده 265 جرام سمنة. السمنة لازم تكون يعني تكون لسه مطلعة من التلاجة. هنا بقى حط عليهم 25 جرام سكر بودرة. دلوقتي بقى ايه هنبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا ايه اضربهم كده ايه مع بعض لحد ما تختلط ايه كويس كده. حبايبي انا هضربها بقى كويس لحد ما تختلط كويس كده، ونرجع تاني. كده حبايبي كده انا ضربت السمنة مع السكر كويس جدا لحد ما تبقى اللون بتاعها كده ايه زي ما احنا شايفين، اللون بتاعها فتح كده اهو، تبقى لونها ابيض بس كده. فدلوقتي بقى حبايبي هبدأ اللي انا اخد الحاجات ديت اللي هي المعلقة الصغيرة ريحة الكحك، ونص معلقة بيكنج باودر، وربع معلقه كده ايه ملح، هضيفهم كده هقلبهم كده ايه مع بعض. ودلوقتي بقى حبايبي هبدأ اللي انا اخد الدقيق دهوت كده، واضيفه بقى ايه اهوت، يعني معلقتين معلقتين كده اهوت، لان انا عايزه اللي هو الدقيق يتشرب السمنه بقى ديت، لان انا دلوقتي بعمل الكحك على البارد. ده Thank you.
هضيف بقى الدقيق كده زي ما وريتكم لحد الكميه ديت ما تختلط ايه مع السمنه ايه كويس يعني، ونرجع تاني. كده حبايبي كده الدقيق كله اتشرب الدهان كده السمنه كويس جدا، نعم زي ما احنا شايفين كده اهوت. شايفين عامل ازاي؟ بعمل زي الايه زي الكسكسي بالظبط. دلوقتي بقى ايه هبدأ اخده بقى هنا اهوت كده حبايبي واضيف بقى عليه بقى ايه ريحة الموزة، واضيف بقى عليه ايه اللي هي الخميرة مع نص كوباية مية، وابدأ ان انا اعجنهم كويس مع بعضيهم. كده ريحة الموز وهنا هنضيف بقى اللي هي الخميرة. طيب انا دوبت الخميرة ليه في المية عشان يعني دي مش عجينة يعني بعمل كحك، فالمادة الدهنية بتبقى فيه ياما، فلو اتحطت الخميرة زي ما هي كده مع الدقيق فمش هتعمل مفعول يعني، بس فحبيت بس ان انا اقول لكم. فلازم انت بتدوبيها مع شوية مية. دي ماشي بس انا بصور بعد الفطار على طول. لا عشان نخلص طبعا انا كمية العجوة اللي عندي ديت ياما، هي والملبق بس انا عشان هعمل بيهم بقى ايه يعني لا يفضل معايا هستعمله برضو تاني في هعمل بيه قرقيش، وعامل حسابي برضو في كمية ملبن تانية غير ديت برضو. كده خلاص بقت عجينة الكحك كده جاهزة معايا لحد ايه بتعمليها كده بتعجنيها لحد ما تبقى ما فيش اي حاجة في قلب ال يعني البلاستيكية اللي انت بتعجني فيها. خلاص هي بتبقى ايه بيبقى القوام بتاعها كده لما تيجي يعني تقطعيها كده من بعضيها، بس تلاقي ايه اتقطعت كده معاكي ما تبقاش يعني عجينة زي عجينة العيش اللي انت تيجي تقبليها كده تلاقيها بتمط كده معاكي، لا عجينة كحك. فكده بقى ايه حبايبي هنبدأ بقى دلوقتي اللي انا ايه اشكل، بس هجهز بقى الصاج اللي انا هستعمله وارجع تاني. كده حبايبي هبدأ بقى ان انا اشكل الكحك، بس هبدأ ان انا اقلب كده المكسرات كده مع الملبق. لحد ايه ما يعني ما يختلط كده ايه مع بعض. طبعا انا هعمل بقى الخطوة ديت وارجع تاني كون قلبتهم كويس.
دلوقتي يا حبايبي انا قلبت كده الملبن مع المكسرات كده كويس، وتقدري ان انت تضيفي معاه اي، يعني لو عايزه تضيفي اي مكسرات تانية كمان مع المكسرات ديت ممكن انت تضيفيها. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اشكل، وفي حاجه بس عايزه اقول لكم عليها كمان، عشان هنا انا هنعمل حشو كحك بالتمر والملبن مع المكسرات، فعشان بعد كده ما اجيش اللي انا اتلخبط اهنوا فيهم التمر واهنوا الكحكايه اللي هي بالملبن، فانا ممكن اللي انا اعمل شكلين، يعني مثلا دي كده اهوت اللي انا اعملها بالتمر او بديت، ودي مثلا نشكل بيها يعني دلوقتي هوريكم برضه عشان بس يعني ايه يبقى معروف كده ايه في الاخر. هاخد حتة العجينة دي كده واقيسها كده الاول اشوفها، دلوقتي بقى هبدأ ان انا ايه افردها كده اهوت، واخد ايه حتة صغيرة الملبن ما بينضفش عليه اي اضافات، هو كده بس مع بيتقلب كده يعني ولا تحطي عليه دهان ولا اي حاجة، هو كده بس. تضغطي عليها بقى كده اهوت، تبقى معاكي بقى كحكاية كده اهوت. انا بحب اعمل الكحك اللي هو الصغير ده، بيبقى جميل جدا. دلوقتي هوريكم برضو ايه حاجة كمان، هنعمل بقى واحدة بالتمر، هاخد ايه حتة تمرية كده صغيرة حتى ايه على الصاج من هنا عشان يبقى ايه صف وصف. تبدأي بقى انتي تضغطي عليها كده، تبقى معاكي بنفس الشكل كده، تبقى معاكي بنفس الشكل كده حبيبتي. دلوقتي بقى انا هكمل، هوقف بقى دلوقتي واخد الحاجات ديت بقى واروح اقعد بقى انا وبنتي واخلصه، ونرجع تاني يعني على بعد ما اخلصه وادخلهم بقى الفرن واوريهم لكم الاول. كده حبايبي انا كده خلصت الكحك كده خلاص، والكمية طلعت معايا صاج ونص. بس عايزة اقول لكم برضو على حاجة، وانتي بتشكلي الصاج يعني ساعة التشكيل، فلازم بتجيبي كيس كده اهوت وبتفرديه على الكحك كده حبايبي، علشان بس ايه مع بال ما بتخلصي الصاج كله الكحك ما ينشفش ايه معاكي. بس حبيت ان انا اقول لكم بس الايه المعلومه دي. دلوقتي بقى ايه الفرن سخن معايا خلاص، هبدا بقى ان انا ادخله. شايفين كده انا عملت الكحك بالمنقاش، واللي انا عاملاه بالمنقاش اهوت حشيته تمر، واللي هو بالقطعات الصغيره اللي هي دي كده عاملاه بحشو الملبن بالمكسرات، واللي هي بالشكل ده كده برضو عاملاه برضو بحشو التمر. فانا بشكل في الكحك ذات نفسه عشان انا يعني ابقى انا عارفه برضو ساعه التقديم، برضو ابقى انا عارفه الكحكايه اللي هي بحشو التمر من يعني من حشو الملبن. بس كده دلوقتي انا الفرن سخن معايا خلاص، هبدا بقى انا ادخله لحد بس الكحكاية ما تبقى لونها ذهبي كده من تحت وتصفر كده من فوق، وبعد كده ايه اطلعه واسيبه خالص لحد ما يبرد على الصاج، وبعد كده بقى ايه يتقدم. كده حبايبي الكحك كده خلص كده معايا، بس انا لسه مطلعه دلوقتي بقى من الفرن، فهسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده بقى ايه ابدأ ان انا ارش عليه السكر البودرة.
كده حبايبي بعد الكحك ما برد كده معايا خالص، هبدأ بقى اللي انا ايه ارشه كده. دلوقتي بقى هبدأ حبايبي اللي انا ارصه كده بقى في قلب الطبق هنا، هرصه كله كده وارجع تاني. كده حبايبي ده كده الكحك معانا النهاردة، وزي ما شفنا الطريقة بتاعته كانت سهلة جدا وبسيطة. دلوقتي بس عايزة ايه عايزة اوريلكم، يعني افتح لكم كده واحدة كده عشان تشوفوا الحشو من جوه. دي كده حبايبي اللي هي بحشو التمر اللي انا كنت عاملاها، خليها هنا كده، افتح واحدة تانية. اللي هي بقى ايه الحشو الملبن بالمكسرات. شايفين حبايبي شكلها جميل؟ ما اتمنى حبايبي ان الوصفه النهارده تكون عجبتكم، ما ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا، يا ريت ان انتوا تدعمونا حبايبي بالاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. كان معاكم حنان الورائي منى وفتحي، كل سنه وانتم طيبين حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.